دلوقتي هنروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر عشان تعرف منه على احوال المرور النهارده من داخل الاداره العامه للمرور. كريم صباح الخير عليك، قول لنا ايه اخبار الطرق؟ صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا حسام، صباح الخير على كل المصريين. فعلا النهاردة هنتابع مع بعض زي كل يوم الفقرة الخاصة بالطرق وإيه المحاور الرئيسية عشان نوجه المواطنين للأماكن الأقل ازدحاما. ولكن يمكن النهاردة طبعا تعويضا عن يوم 25 يناير وهي ذكرى عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، تم تعويض يوم الثلاث اللي فات بأجازة رسمية النهاردة الخميس. عشان كده طبعا الأجازة في معظم الوقت بيبقى الوقت ده في سيولة مرورية عالية و الشوارع فاضية، لكن هنشوف ده أكتر بعينينا دلوقتي وهنتوجه لواحد من أهم المحاور الموجودة معانا النهاردة وهو بالطبع محور الأوتوستراد. الأوتوستراد زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشة، في أول شاشة هنلاقي على الاتجاهين في سيولة مرورية عالية جدا، الشوارع فاضية تماما خالية تماما، يعني عدد بسيط جدا من السيارات بتتحرك في الاتجاهين، سواء الاتجاه اللي متوجه ناحية المعادي أو الاتجاه المتوجه ناحية صقر قريش ومدينة نصر. في سيولة مرورية عالية جدا جدا، اللي حابب يتوجه أو عنده مشاوير خاصة يقدر يتحرك دلوقتي في اتجاه الأوتوستراد، هيلاقي الدنيا سهلة وبسيطة تماما، خصوصا أنه كمان النهاردة الأجواء كويسة، يعني طبعا في لمسة من البرد موجودة في الهواء، لكن ما زال برضو مفيش أمطار، مفيش سحب، مفيش يعني حاجة أن هي تقلق المواطنين في أن هم يتحركوا على الطرق السريعة بشكل عام. لو اتحركنا من الأوتوستراد على الشاشة اللي تحتها تماما وهي الجزء الآخر، جزء الدائري، الجزء خاص من الدائري هو جزء البحر الأعظم. البحر الأعظم زي ما احنا شايفين في سيولة مرورية عالية جدا في الاتجاهين، سواء اللي خارج من شارع البحر الأعظم وبيتحرك ناحية الدائري، وأيضا الناحية التانية اللي نازل من دائري البحر الأعظم داخل ناحية شارع البحر الأعظم نفسه، هنلاقي فيه سيولة مرورية عالية جدا. طبعا زي احنا شايفين في إصلاحات هنا وفي توسعات خاصة بالدائري على طول بنذكرها، واضح جدا ان هي قربت على الانتهاء خلاص يعني، وده هيسهل اكتر في السيولة المرورية بعد كده في الاوقات اللي بتبقى زحمة. لكن في الاتجاهين زي ما احنا شايفين في سيولة مرورية عالية جدا البحر الاعظم، سواء المتوجه ناحية المعادي او حتى اللي راجع تاني ناحية الهرم و6 اكتوبر. لو ابتدينا كمان نتحرك للشاشة اللي بعدها على طول وهي شاشة الجزء الخاص بالمريوطية. المريوطية هنا لها جزئين، الجزء الخاص بالوصلة جديدة بطريق المعادي، أو كان يطلق عليها قبل كده الوصلة الجديدة طريق المعادي، زي ما احنا شايفين في سيولة مرورية عالية جدا 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 تكاد تكون خالية تقريبا من السيارات. كمان وسط المريوطية نفسها في الدائري زي ما احنا شايفين تحت أو فوق منطقة المريوطية في سيولة مرورية عالية جدا جدا جدا. لو بصينا كمان للشاشة اللي فوقيها على طول، دي استكمالا لوصلة المريوطية، هنا باقي طريق الدائري هنلاقي فيه الاتجاهين، في الاتجاه المتوجه ناحية 6 أكتوبر ناحية الرماية ناحية الواحات ناحية طريق اسكندرية الصحراوي، هنلاقي فيه سيولة مرورية عالية جدا جدا، وكمان زي ما احنا شايفين في أجواء مشمسة بالفعل في المكان. وكمان اللي جاي من 6 أكتوبر متوجه أو جاي من طريق الواحات ومتوجه ناحية الهرم أو متوجه ناحية البحر الأعظم، هنلاقي فيه سيولة مرورية عالية جدا جدا تكاد كمان تكون خالية من السيارات. لو بصينا كمان لمحور هام جدا زي ما احنا قلنا الطريق ده في جزء منه بينزل على طريق اسكندريه الصحراوي، هنروح بقى لنفسه طريق اسكندريه الصحراوي نفسه قبل بوابات اسكندريه اللي هي من ناحيه 6 أكتوبر، هنلاقي بالفعل في سيوله مرورية عاليه جدا، اللي حابب كمان يقدر يطلع دلوقتي على طريق السفر يقدر يتحرك ويسافر، الاجواء تسمح بده، كمان يعني الطرق تسمح بده، وكمان الحقيقه انه يعني الخدمات المرورية متواجده في الشوارع، وكمان نقدر نلتزم بال السرعات المرورية المقررة، كمان ده طريق سفر حفاظا على حياة المواطنين. لو بصينا كمان للمحور الأخير وهو محور هام جدا وهو محور 26 يوليو، يمكن في طبيعة الأحوال في الأوقات العادية أو في أوقات الناس وهي رايحة شغلها بيبقى المكان ده بالذات نهاية محور 26 يوليو اللي بيبقى نازل جاي من 6 أكتوبر بيبقى فيه طلعة الدائري اللي على يمينه، بيبقى غالبا الجزء ده بيبقى فيه مزدحم في بعض الأحيان أو بيكون فيه تكدس للسيارات، ولكن طبعا زي ما قلنا النهاردة أجازة رسمية فواضح جدا إنه في سيولة
مرية عالية، سواء اللي جاي من 6 أكتوبر أو اللي جاي طبعا من ميدان لبنان ومتوجه ناحية مدينة السادس من أكتوبر هيستقل المحور، هنلاقي فيه سيولة مرية عالية جدا جدا، فاللي حابب كمان يستقل المحور دلوقتي يقدر يتحرك براحته تماما. زي ما شفنا كده في سيولة مرية وتقريبا الشوارع خالية من السيارات مقارنة بالوقت ده في الأيام الطبيعية، ده نظرا طبعا للأجازة الرسمية الموجودة النهاردة. بنصح الناس اللي حابب عنده أي مشاوير يقدر يتحرك ناحيتها دلوقتي، ولكن أكيد مع الالتزام بالسرعات المرية المقررة، خصوصا إنه في الشوارع بتبقى فاضية كده، بيبقى دايما الناس عندها يعني حب إنه هي يتحرك بسرعة بالعربية، ولكن خلينا نحافظ زي ما قلنا على السرعات المرية ونحافظ على أماننا. والآن عودة لكم مرة ثانية.